ديالي، كديري لاباس عليكم؟ جيتكم فيديو جديد على القناة، منين الإعجابكم؟ الفيديو ديال اليوم بغيت نصل معكم هاد السمكة، هادي سرقانة. أنا راني وقشرتها من قبل لأن القشور ديالها غراض بزاف وفيهم شوية ديال التمارة. مهم راني قشرتها ودابا غادي نبدا نحيد ليها الراس ديالها. هو الأول هاد الحوتة، هادي راها كتشبه الحوتة ديال الكوربين ولكن راه ماشي كوربين، هادي سرقانة. سرقان حوت بوحدو وكوربين بوحدو. المهم هنا غادي نحاول انني بغيت نديرها ايفيلي باش نشويوها، ما غاديش نطيبها هكا صينه وما غاديش نديرها في الطاجين. المهم انا تنفضلها مشويه سرقانه، اللحم ديالها كيجي زوين الشواء، اما كتشويها في الفران اما كتشويها على الفاخر، وهو الصراحه الفاخر كيجي الشواء ديالها زوين، كتجي قضبان زوينه. ولكن انا المهم انا عند الله نقدروا نشويوها في الفران، نقدروا نشويوها على الفاخر. ويمكن ما طيبتها الاخوات ديالي غنشاركها معاكم. هنا راني بغيت نديرها ايفيلي، غنحيد السلسول نخليه بوحدو. هنا بغيت نحيد الراس والسلسول ديالها كبير، والله الا هرست المقص وبقى فيا نافعني بزاف بزاف، كيسحب ليا. راها هي حوته كبيره، راه غير التصوير ما عطيهاش الحق ديالها وما بيناش بلا راها حوته كبيره. راها كبيره ما شاء الله، راه شي 5 كيلو ولا 6 كيلو، راها كبيره. ولكن هرست المقص كيسحب ليا انا، راه بحالها بحال كوربين. كنت قطعت لها السلسول ديالها غير بالمقص، ولكن هذه السلسول ديالها قاصح بزاف. المهم غادي نستعين بالموس ماضي وغادي نديرها ايفيلي كما شفتوا معايا، غنفيليها وغادي نرجع معاكم. وسمحوا لي الاخوات ديالي اخوان ديالي الا كنت كنطول عليكم لي فيديو، راكم عارفين الواحد ملي يكون محتاج لي فيديوهات شويه طوال ضروري كنحاول انني نديرهم شويه طوال باش حتى انا نستافد منهم ونجمع بهم هكا السويعات، داكشي علاش. وسمحوا لي الا كنت كنطول عليكم لي فيديوهات، ونتمنى منكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم وبالدعم ديالكم وبليلايك ديالكم. صراحة أنا كانت عندي القناة وكنت وصلت فيها 10,000 أبوني، ومع الأسف وكل أسف مشات ليا. وصراحة ما بغيش نبقى نبكي ونويلل ونقول ميمتي مشات ليا القناة وهادي، لأنني صراحة فعلا ضربت عليها تمارة ديال بصح، فعلا خدمت عليها، فعلا ضربت عليها تمارة. راه عامين ونص ديال الخدمه، راه ماشي سهله، لان بزاف الناس اللي خدامين في هذا الدومين هذا هما اللي غادي يعرفوا شنو هي تمارة وشنو هي خدمه اليوتيوب، خصوصا ملي ما كيكونش عندك بيسي باش كتعاوني راسك وكيكون غير التليفون قاصحه. ولكن مع ذلك الحمد لله غير التليفون والحمد لله شريت البيسي، ولكن شريته حتى لاخر مرحله، يعني حتى يعني استوفيت جميع الشروط والحمد لله. كتشوفي تتعياي صراحه هي ضربه جاتني قاصحه، ولكن الحمد لله والشكر لله بعد ما نفرح ويجيني الكود ديال الانساز ونفرح بيه وكل شيء، وكتمشي كيمشي لك الانساز عاوتاني، راه شي حاجه قاصحه. ولكن الحمد لله ما قدر الله ما شاء فعل، الانسان ما يعرفش الخير فين كاين. الحمد لله والشكر لله، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعوضني خير. واكيد الانسان الا كان كيخدم بالنيه ديالو واكيد سيدي ربي ضروري راه ما غاديش يضيعو، حتى واحد ما كيضيعو من الحق ديالو، اكيد الله سبحانه وتعالى غادي يعوضني غادي يعوضني. وسمحوا لي بقيت كنهضر ونسيت. المهم انا هنا باش نطول عليكم لي فيديو، درت هكا لي فيلي ديال الحوته، حيدت لي فيلي الاول وغادي نعاود نحيد لي فيلي الثاني. صراحه هاد الحوته راه غليظه بزاف، راه واخا كيبان لكم هكا الفيلي ديالها صغير، كتبان صغيره ولكن راه اكبر من ديك الحوته اللي كنت غسلت قبل ديال الكوربين، هادي كبر منها. وصراحه اللحم ديالها كيجي زوين في الشوا، كتعجبني انا في القضبان، يعني راه سبق ليا ومطيباها ومطيباها. غير انا ما كنتش كنغسل، كنت كنشارك معكم لي فيديوهات هكا ديال وصفات ديال الحوت، ولكن عمرني ما مشاركت معكم لي فيديوهات هكا ديال الغسيل. فقررت في هذه القناه الجديده، قلت فاش نبقى نجيب لي فيديوهات هكا ما دياليش ونشاركهم وهذا، قلت علاش لي ما نعود حتى ملي كنغسل الحوت هكا،
يعني كاينين بزاف الناس كيبغيو يوصلوا الحوت ما كيخافوش منها. نعرف على بزاف الانواع ديال الحوت كاينين هنا في مدينه الداخله، صراحه كتمتاز بهم مدينه الداخله، كتمتاز بالحوت زوين وطري، وصراحه انواع ديال الحوت كثيره. انا سبق لي كنت عايشه في كازا وعارفه الحوت شنو كاين في كازا، ولكن هنايا راه سبحان الله راه بزاف الانواع كاينين هنا ديال الحوت، راه ما كاينينش في كازا وما كاينين حتى شي بلاصه اخرى الا هنا في الداخله. فعلا الحوت ديالها طري، الناس اللي باغيين يجيو للداخله وخايفين صراحه كنقول لكم من هذا المنبر الداخله كتستحق الزياره، كتستحق اننا نجيو نشوفوها، كتستحق اننا نديرو السياحه في بلاد ديالنا ماشي في بلدان اخرين، لان فيها بلايص زوينين ما يتشافوا، فيها صراحه فيها ما يتشاف وفيها ما يتكال، ويعني بزاف الانواع ديال الحوت كاينه زوينه. واي حوت ان شاء الله سبحانه وتعالى، اي حوت قررت باي حوت وصلتو لاي حوت جاني غادي نعود نشاركو معاكم ضروري، غادي نعود نشارك معاكم. مهم هاد الحوته هادي ديال اليوم، هاد الحوته دايره سرقانه، سميتها سرقانه، وما غاداش نقدر نقول لكم الثمن ديالها لانني الزوج ديالي خدام في الحوت، يعني ما نقدرش نقول لكم. كاين بعض المرات كيجيني شي حوت كيكون غالي عنده واحد الثمن باهظ، ولكن انا ما دابا ما نقدرش نقول لكم شحال الثمن ديالها، شحال كتسوى الكيلو، ما عارفاش وما سولتش اصلا على الثمن ديالها. كنت عارفه ضروري غادي نقول لكم، ولكن ما عارفاش الثمن. كما شفتوا انا هنا فيليتها قديتها، وسمحوا لي لكم طولت عليكم. وهنا الاخوات ديالي مع المفيليته كما شفتوا معايا. هاد الحوته هادي ضروري غادي نديروها قضبان، غادي نشويوها ونشارك معكم غير من بعد من الصور، لان هاد الحوت صراحه متسرقانه. هادي كتجي في الشوا ما شاء الله تبارك الرحمن، كما شفتوا راها كبيره ما شاء الله. وصافي نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبالدعم والتشجيع ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وشاركت معكم غير بعض الصور بني طابت، ونتمنى يعجبكم، ونتمنى تبخلوش لي بلي لايك، وخليكم الى فيديو اخر.